السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثامن معانا الورك بوك اليونت 1 سبورتنج لايف بيج 4 صفحة 4. نمبر 1 ماتش ذا ديسكريبشنز اوف ذا سبورتس وذ ذا بيكتشرز. وصل وصف الرياضات بالصور. رايت ذا نيمز اوف ذا سبورتس. اكتب اسماء الرياضات. هناخدها كده يا ولاد. سوري طيب هنا بيقول لي you throw a long thin object as far as possible. أنت ترمي شيء طويل رفيع إلى أبعد. دي معناها إلى أبعد أبعد ما يمكن. خلاص إلى أبعد ما يمكن. بترمي شيء طويل رفيع إلى أبعد ما يمكن. ها هتبقى جي. شايفين الرمح ده؟ الرمح اهو. يبقى هتبقى جي. هنوصل هنكتب الإيه بقى؟ هنكتب اسم الرياضة. اسم الرياضة إيه؟ جافلين. رمي الرمح. الرمح. طب نمبر 2 you run very fast for a short distance. أنت تجري بسرعة جدا إلى لمسافة قصيرة. فين؟ هتبقى نمبر إي. الصورة إي شايفينها؟ اسم الرياضة إيه بقى؟ فاكرينها؟ sprinting الرياضة الجري لمسافة قصيرة. Sprinting. You put long objects on your feet and you go down snowy hills. أنت تضع أشياء طويلة في قدمك وتذهب أسفل التلال المثلجة. هتبقى دي يا ولاد اسمها ايس سكيتنج. اسمها ايس سكيتنج، تزلج على الجليد. خلاص you play this game in a team and throw the ball in a basket. انت تلعب هذه اللعبة في فريق وترمي الكرة في السلة. باسكت بول كرة السلة اللي هي سي. اسم الرياضة ايه بقى؟ باسكت بول كرة السلة. You use a machine with mid pedals. أنت تستخدم آلة بدواسات. You push the pedals with your feet. أنت تدفع الدواسات باستخدام قدمك اللي هي السايكلينج، ركوب الدراجات. شايفين الدواسات اهي. اسم الرياضة ايه بقى؟ سايكلينج ركوب الدراجات. You have to jump very high. أنت مضطر أن تقفز عالي جدا. اتش شايفين اتش. دي اسمها ايه يا ولاد؟ اللونج جامب. هاي جامب القفزة العالية.
طيب you put special shoes on your feet، أنت تضع حذاء خاص في قدمك، اسمها الرولر سكوت، الرولر سكيت، سوري رولر سكيت أهي بي. You bought a special. They've got wheels. فيهم عجل. You bought a special shoes on your feet. Then you can move fast on ice. أنت تضع حذاء خاص في قدمك وثم تستطيع أن تتحرك بسرعة على التلج. دي يا ولاد هتبقى دي. سوري دي هتبقى دي. آخر واحدة تبقى دي. واسمها ايس سكيت. ايس سكيتنج دي هتبقى دي. انما ثري اللي هي يو بوت لونج اوبجكتس ان يور فيت، تضع اشياء طويله في قدمك، اللي هي دي اسمها سنو بوردنج. يبقى اف هنا اف اسمها سنوبوردنج، تزلج على جليد باستخدام لوحة التزلج. عشان انا عندي هنا سنو، انما انا عندي هنا ايس، ايس سكيتنج. طيب السؤال التاني، هيلب بوكس، صندوق مساعدة، to talk about routines and things you do regularly، تحدث عن الروتينات والأشياء التي أنت تفعلها بانتظام. I go running once a week. أنا أذهب للجري مرة واحدة في الأسبوع. To talk about things that are happening at the moment. لتتحدث عن أشياء التي تحدث في اللحظة الحالية. Hi mom. أهلا يا ماما. I'm sitting on the bus. أنا جالس في الباص، جالس في الأتوبيس. Write two sentences about each person. اكتب جملتين عن كل شخص. انا عندي هنا ابراهيم بليز، خد ابراهيم كتبين بليز يلعب، يلعب ايه فوتبول المرات توايس ا ويك. today بقى هبدأ جملة بـ today، هقول he is doing football practice، هو يفعل تدريب كرة القدم. هنتكلم عن المضارع المستمر اللحظة الحالية، بعد جيب بعد is، is بتيجي بعد هي، وهنشوف امتى بتيجي بعد ايه بعد امتى تاني. يبقى ده اول حاجة هنا هي، وفي هنا is. والفعل هنا متضاف له ing، ده بنتكلم عن البريزنت كونتينوس المضارع المستمر. هنتكلم عن حنان، هنبدأ الجملة بحنان، نقول حنان هنقول مثلا likes drawing، نقول مثلا كلمة drawing يعني رسم، هنقول تحب الرسم، تحب يعني likes. likes ونحط كلمة drawing يعني حنان تحب الرسم. هنحط دي at the weekend في عطلة نهاية الأسبوع. at the weekend
A portrait يعني لوحة، لوحة شخص. هنقول له كده today، هنبدأ الجملة ب today. بدل ما هنبدأ به هنقول بقى she، لأن دي حنان. she برضو هنجيب بعض she is. هنقول she is وهنقول drawing. الفعل هنا draw متضاف له ing لأنه جاي بعد is. She is drawing a portrait، لوحة فنية، لوحة شخص. يبقى ايه تاني حاجة غير هي بيجي بعدها is في المضارع المستمر؟ she. بس هنا هي جاي بعد is، she جاي بعدها is، والفعل متضاف له ing. نتكلم عن حمد. حمد هنا تشيس شطرنج. شطرنج ايه الفعل المناسب اللي يجي معاها؟ بليز برضو، يلعب. يبقى نقول حمد بليز. بليز ايه؟ تشيس شطرنج. امتى؟ every evening، كل مساء، كل ليلة. every evening هنقول بقى النهاردة ايه؟ today. لاحظوا هنا يا ولاد المضارع المستقيم بسيط، الفعل بينتهي بـ-s مع الفاعل المفرد. حمد ده فاعل مفرد. كمان انا عندي ابراهيم فاعل مفرد، الفعل منتهي بـ-s، وهنا لايكس الفعل منتهي بـ-s. طب هنقول بقى today اليوم، نقول today. حمد ده ولد، فهنقول هي. هي نتكلم عن النهاردة، حاجة هو بيعملها دلوقتي، فهنقول إز بعديها. حمد هي إز، هي إز إيه؟ ريد أ بوك أباوت تشيس. هناخد ريد يعني يقرأ. هنعمل فيه إيه؟ ها، هنضيف له أي إن جي. يبقى today he is reading. شفت عملت ايه؟ ضفت الفعل reading اللي هنا ing لان بيتكلم عن النهارده. النهارده today، طالما احنا بنتكلم عن حاجه بنعملها النهارده يبقى لازم استخدمه في المضارع المستمر. reading ايه؟ a book about chess، كتاب عن الشطرنج. خلاص، يبقى حمد هو بيلعب شطرنج كل، طالما احنا بنتكلم عن حاجة هو بيعملها روتين، بيعملها كل يوم او كل ليلة او في نهاية الاسبوع. هو انا بيقول لك مرتين في الاسبوع، دي روتين عنده بيعمله، مرتين في الاسبوع، وهنا في نهاية الاسبوع، وهنا مرة كل ايه؟ ليلة. بنستخدم مضارع بسيط. انما لو انا بتكلم عن today اليوم يبقى بنستخدم المضارع المستمر. تعالوا نتكلم عن راشد. راشد عندي هنا تنس. ايه الفعل المناسب اللي يجي مع تنس؟ بليز برضو. الفعل ده الفاعل مفرد، فنضيف الفعل اس. يلعب التنس، بليز تنس. امتى؟ once a week، مرة في الاسبوع. once a week. هنتكلم بقى عن today، اليوم هو بيعمل ايه؟ today راشد برضو اسم ولد، يبقى هنقول he is. today he is a game with a friend، برضو لعبة مع صديق. اللعبة بتيجي معاها الفعل play، لكن شوفوا انا هعمل ايه يا ولاد. ادي الفعل play اهو. طالما الفعل play دوت جاي بعد is، نضيف له ايه بالظبط كده؟ ing. يبقى ما نقولش today he is play، today he is playing. playing ايه؟ a game
with a friend. هنتكلم عن سارة. سارة singing. الغناء ده طالما انا عندي drawing وعندي singing ده من تيب اي ان جي، انا اخد الفعل likes اللي بيمشي معاها. سارة likes singing. سارة تحب الغناء. on a Monday في يوم اثنين. هنتكلم عن today. اليوم وهي بتعمل ايه؟ النهارده بتعمل ايه؟ today. ها ساره شي، يبقى هناخد شي عشان دي اسم بنت. ها شي، ها هنقول كده يا ولاد sing. sing هضيف له اي ان جي، الفعل sing هنضيف له اي ان جي لان جاي بعد ايه؟ هنضيف بعد شي از عشان ده مضارع مستمر. Today she is singing a traditional song. هي بتغني أغنية تقليدية. خلاص ده السؤال الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.